أربعة أعوام مرت ويحل الخامس وسيأتي السادس، وهم على الأسطوانة المشروخة ذاتها في محاولة إقصاء خصومهم وإبعادهم عن المشهد السياسي واستقوائهم بالخارج وفق مراقبين، وهو ما يتنافى مع كل القوانين والأنظمة الديمقراطية في كل بلدان العالم. أربعة أعوام مرت على الجريمة الإرهابية التي استهدفت الرئيس علي عبد الله صالح وكبار قيادات الدولة، حاول مرتكبوها النيل من خصومهم كيفما كانت الطريقة وأينما تسنت لهم الفرصة، خصوصا عقب أن فقدوا كل أوراقهم التي كانوا يظنونها السبيل لإيصالهم إلى كرسي السلطة، بدءا بالتحايل عبر تظاهرات أسموها بالشبابية إعلاميا في حين كانت حزبية على الواقع، وصولا إلى قتل الشباب وإهدار دمائهم لاستثمارها في مقاصدهم السياسية والخاصة والوصول إلى كرسي السلطة، ففشلوا. ما جعلهم يلجأون إلى إظهار حقيقتهم التي حاولوا إخفاءها، ففجروا في خصومتهم مع مالك الملك أولا من خلال استهدافهم لبيت من بيوته ومع مجتمعهم ثانيا، رغم معرفتهم وإدراكهم بذلك لكنهم لم يعيروا ذلك أدنى اهتمام، فكانت إعازات الخارج قد وضعت على قلوبهم غشاوة تخلوا فيها عن كل القيم والمبادئ الإنسانية. احتفلوا وكبروا ونحروا الذبائح ابتهالا وابتهاجا بجريمتهم، ظنا منهم أنهم قد فلحوا وفازوا ونسوا من يحيي العظام وهي رميم، فكانت صدمتهم وفرحة لعامة الشعب اليمني والسواد الأعظم منه، حيث ظهر عليهم الرئيس علي عبد الله صالح مخاطبا إياهم من العاصمة السعودية الرياض بالتحلي بالصبر والمزيد من الحكمة والحفاظ على وطنهم، متعاليا على جراحه شاكرا الله على عنايته به ورفاقه. لم تكن تلك المبادرة من الرئيس صالح بالغريبة عليه، بل سبقت مبادراته منذ اندلاع الأزمة، قوبلت بالرفض من حزب الإصلاح في محاولة منهم إدخال البلد في إتون صراعات لا يحمد عقباها، فسعى إلى إخراج الوطن وصولا إلى توقيعه على المبادرة الخليجية في الرياض، والذي سعى من تولوا رئاسة الحكومة عقبها إلى التخلي عن تطبيق بنودها وآليتها المزمنة رغم منادات المؤتمر بذلك، فوقع ما كان يحذر منه المؤتمر الشعبي العام ورئيسه، فأظهروا عقب ذلك حرصهم وحبهم لليمن وأبنائه. محاولات المؤتمر الشعبي العام وحلفائه المستمرة لتجنيب الوطن وإيلات الاقتتال وتقديمه التنازلات تلو الأخرى لم تلقى أذانا صاغية من بعض الأحزاب على الساحة الوطنية لتظهر نواياهم الخفية وما يحيكونه ضد الوطن وأبنائه جلية بتأييدهم العدوان السعودي على الوطن الذي تغنوا به زيفا. يحيى الهادي، اليمن اليوم.